فئة الراية البيضاء. مشاهدينا الكرام، فتحت البوابات واندفعت الأفراس المنتجة محليا عبر الثلاث سنوات التي لم تربح في شوطنا الأول. في الجزء الثاني على بركة الله تعالى المبادرة والصدارة للمركز الرابع للمركز الأول رقم 4 لينجرا في المركز الأول. في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام، المحاولات تأتي لرمحة في هذه اللحظة للتقدم المركز الثاني، المركز الثالث ذهب لمصلحة الراحة في هذا الشوط، وأيضا حفوز في المركز الرابع، وكذلك رقم 1 نجمة رماح المركز الخامس. مشاهدينا الكرام، بدأت التنافس من البداية على شد كما تشاهدون الآن، الدخول لرمحة إلى المركز الأول، محاذاة لرقم 4 لينجرا في هذا الشوط مع محاولات تشاهدها الآن أيضا للدخول لحفوز في هذا الشوط. مشاهدينا الكرام، والتقدم يأتي لرمحة الآن، رمحة تطنخ تأتي في هذه اللحظات إلى المركز الثاني، المنعطف الأخير بداية الخط المستقيم. مشاهدينا الكرام، لينار من الخارج الآن تحاول أن تأتي في هذا الشوط، ولا زالت الصدارة لرمحة، تحافظ على الصدارة، تطرخ تأتي في الوسط الآن كما تشاهدون الآن. مشاهدين الكرام، مع محاولات من البقية، بقية الأفراس في هذا الشوط، الدخول من الخارج الآن يأتي التقدم، ولا زالت الصدارة هنا، الدخول لخمسة سبيز، ومن الخارج الآن تسعة تأتي طوايفي للمركز الأول بكل قوة، ما شاء الله تبارك الله. إذا طوايفي المركز الأول تطنخ المركز الثاني والمركز الثالث، سنتعرف